النادي الاهلي كان بيفكر ان مروان عطيه يخش مباراه الزمالك اللي فاتت الجهاز الفني. وبعد كده قال لك لا نستنى عليه شويه عشان مباراه مازيمبي اهم. مباراه مازيمبي هتتلعب على ملعب نجيل صناعي. والنادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي غالبا مش هيخاطر بمروان عطيه في مباراه الذهاب خوفا من تجدد الاصابه او يحصل له مشكله اكبر في العضله الخلفيه. فالرغبة عند الجهاز الفني أنه يأجل مشاركة مروان عطية لمباراة العودة قدام مازينبي يوم 26 إبريل الجاري هو مروان تحسنت حالته على فكرة ويقدر يشارك في مباراة الذهاب بس في خطورة ما عليه خاصة المباراة على نجيل صناعي دي حكاية مروان عطية بالتشابه نفس الأمر بالنسبة لوسام أبو علي في مخاوف عند الجهاز الفني النادي الاهلي انه يدفع بوسام ابو علي خاصه برضو ان ابو سام ابو علي جاي من اصابه ما كانتش مدتها قصيره واحتمال ما يبداش هو مباراه مازيمبي مباراه الذهاب ووارد جدا ان برضو انطوني موديست هو اللي يبدا المباراه القادمه مباراه الذهاب خوفا من اصابه وسام ابو علي خد بالك ان الجيل الصناعي ده مؤذي مرعب مرعب لاي مدرب واي لاعب وللاسف الاصابات عليه بتبقى كتير جدا يعني ياسر ابراهيم كمان مدافع الاهلي ماشي بشكل كويس جدا في التعافي من اصابته في العضله الخلفيه انهى برنامج التاهيلي اه للتعافي هيكون جاهز ان شاء الله لمباراه العوده قدام مازيمبي طبعا هيبقى جاهز طبيا بس هيشارك ولا ده طبعا هيكون قرار مارسيل كولر بالنسبه لامام عاشور ومحمد الشناوي أليو ديانج خلاص الاتنين هيبقوا جاهزين او الثلاثه هيبقوا جاهزين للمشاركه مع النادي الاهلي بعد مباراه العوده امام مازيمبي يعني تقريبا مع نهايه الشهر الجاري الثلاثه هيبقوا جاهزين ومره اخرى يا جماعه